السلام عليكم اخوة الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحة؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم جبت لكم حويجات من الاكسيون. اليوم ما غاديش ندخل للمطبخ، بطبيعة الحال نحيدو شوية علينا، ماشي ديما المطبخ المطبخ. اليوم نخرج من الكوزينة، اليوم نصور لكم شي الاكسيون اليوم، وعجبوني شي حويجات بغيت نصور تما. الصراحة جابو شي حويجات جدادين ودني عامره عامره بزاف، وخديت شي حويجات وبغيت نشاركهم معاكم. الصراحه عجبوني وباثمنه جد جد مناسبه رخاص اكثر من اللي كتصور. كتشوفوا معايا انا يلا دخلت، ما بغيتش نرجعهم بلاصتهم، قلت فكرت قلت نشاركهم معكم علاش لا. الوغ نبداو بهادو، هاد الشكيلات هادو كيفما كتشوفوهم الصراحه زويونين، ماشي جاج، شوفوهم الصراحه زويونين عجبوني. تعملوا فيهم الكاطو هكايا في المناسبات كيجيو زوينين، الديكور اللي بغيتو تقدروا تعملوا لهم هذا الشكل هكا، تقدروا تعملوا لهم هذا الشكل هذا، شكل ورقه زعما. الصراحه عجبوني غزالين، والاسمنه ديالهم مناسبه. نقول لكم شحال الاسمنه لحقاش قديت، عندي الورقه كما كتشوفوا كبيره طويله، تقدي الميناج وتقدي تخربق لي كل شيء. الور الاسمنه ديالهم كيديروا 3 اورو 33، هادو الواحد كيدير 3 اورو 3 اورو 33. الصراحه زويونين، اسمنه مناسبه، مشكله زويونين. عندي هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا زويون حتى هو عجبني، تعملوا فيه الكاطو. انا شاريه من قبل نيت من اكسيو ديال الدجاج، مي عجبني هاد الشكل كيف ما كتشوفوا، الشكل ديالو فضي، هاد الشكل الوريقات الصراحه زويون. الثمن ديالو كيعمل، الثمن ديالو كيعمل 7 اورو كيلك. شوف هنا الثمن ديالو كيدير، مع غير بقيت كنهز شفتهم في الاول مي الخرمة. المهم الثمن ديال هذا كيدير 7 اورو كيلك، 7 اورو شي حاجه. وهادو الصراحه حتى هما زويونين كما كتشوفوا، ديروا فيهم شميعات زوينين. انا فكرت عندي هاد الشكل هذا، مي ما جاش معاه، ما جاش قدهم، لكن عندي واحد الشكل مدور ما عرفتش فين حطيته، ما عقلتش فين حطيته.
جوج نيات بحال هذا الشكل هذا. الصراحه كتجي كيجي من نظام زويون زويونين عجبوني. الثمن ديالهم حتى هما ما غاليش. الثمن ديالهم كيدير شي كورون لا كورون وي وي لا كورون كيدير 2.99 ها هو كورون ديكوراسيون كيدير 2.99 3 اورو الواحد. اسمنه مناسبه 600 ريال مغربيه. عندي هذا الشكل هذا ها هو. انا كان عندي من قبل هاد الزوج كانوا عندي من قبل واخداهم ومن لقيتهم قلت نزيد فحالهم زويونين الصراحه. الشكل ديالهم من الداخل هكا كتشوفوا كتلقاوهم هكا بقيت كتفتحوا وكان نسقو فيهم هذا زويونين بزاف هاد الجوج هادو تحط فيهم هكا الشكلات تحط فيهم كيجيو زويونين وصغورين باش عجبوني صغورين. الوغ عندنا هاد الشكل هذا اللي خديت اليوم انا قلت خديتهم وقلت صحابني واش راهم فحال فحال في النقشات ساعه مختلفين كل وحده شوف النقش ديالها هذا النقش ديالو في الشكل هذا في الشكل. مي عجبني هذا النقش هذا سامبل زويون الصراحه كنت واخده واحد اخرين مي ماشي بحال هادو زويونين هادو كيكونوا ديما في اكسيو كنبان لي ديما في اكسيو. وعندنا هذا الشكل اللي سيتواجد ديما في اكسيو خديت منه 3 شوفوا خديت الكبير ديالو ما غاليينش حتى هما كيبدا من 5 اورو كيلك 4 3 ما غاليينش هذا جو كخوا 2 اورو كيلك هذا ما غاليش حتى هو زويون صراحه بلاطواس هكا سمي فيهم الحلوه هذه هذا حتى هما سمي فيهم شي دراري دات حتى هما الحلوه زويونين الشكل ديالهم كلهم زويونين. هذا هو الشكل النهائي ديال هذا النهار هذا عجبوني الصراحه كلهم مونارجون كلهم ديال ماشي الصراحه ارجون ارجون مي ماشي ارجون بريفري. المهم الكولور ديالهم ديال ارجون عجبني كيعجبني على الشكل كيعجبني الشكل بيض هكا ما تعجبنيش داك الالوان دوك الفضي دوك كيعجبني هادشي بحال النحاس هكا كيعجب بحال لارجو كيعجبني كيعجبنيش داكشي الذهبي. ايوا هذا هو الشكل ديالنا ديال هاد النهار. ولا عجبتكم هاد المشاهده ديال هاد النهار الحويجه ديال هاد النهار ما تنساوش ديروا لي لايك وخليوا لي شي كومونتير زوين. ايوا هاد هي اللي كتشوفوا شكيلات زويونين وشكرا شكرا لكم اللي باقي ما دخلش القناه ديالي جديد يدخل القناه دير لايك كومونتير شكرا لكم جميعا. نحيدو شويه من الروتين ديال الكوزينه ما نبقاوش ديما كوزينه وإلى اللقاء وشكرا لكم إلى اللقاء إلى حلقة مقبلة إن شاء الله وشكرا.